أهلا بكم. قال القنصل الإيراني في محافظة أربيل مهدي شوشتري أن معبر برويس خان يؤدي دورا وصفه بالمهم في تصدير البضائع الإيرانية للعراق. وقال شوشتري إنه خلال العام الماضي فقط تم تصدير للعراق بقيمة 9 مليارات دولار، فيما تبذل الجهود لإيصال صادرات بلاده إلى 20 مليار دولار، أو تبذل الجهود لإيصال صادرات بلاده إلى 20 مليار دولار. بدوره أعلن حاكم مدينة قصر شيرين أن ما بين 800 إلى 1200 شاحنة سلع تعبر يوميا من برويس خان إلى الأراضي العراقية. يأتي هذا في الوقت الذي ارتفعت فيه وتيرة الحوادث التي باتت تضرب المشاريع الحيوية التي يمكن أن تتكفل في اكتفاء العراق من إنتاجه المحلي. أعادت لجنة النفط والطاقة النيابية التحقيق بملف شركة أونا أويل النفطية إثر إصدار القضاء البريطاني أحكاماً بالإدانة على مسؤولين سابقين في الشركة. وبحسب اللجنة فإنها تنتظر خطاباً رسمياً لجمع الأدلة بعد أن أدين مسؤولين سابقين في الشركة بتهم تقديم رشا لمسؤولين عراقيين. الجدير بالذكر أنه برغم هذه الإدانات والفساد الذي أحاط بعقود الشركة السابقة، إلا أنها تحركت مؤخراً على جهات حكومية بهدف الحصول على عقود نفطية جديدة في العراق. وأكد برلمانيون أن لجنة النفط والطاقة تحاول التوصل إلى الجهات الفاسدة المتورطة مع الشركة، في حين قال آخرون إن هذه الشركة تقوم بأعمال سمسرة في الكثير من دول العالم. بيانت لجنة النفط النيابية أن حكومة كردستان العراق تسيطر على أحد الحقول النفطية في كركوك الذي ينتج 150 ألف برميل للنفط. وقال عضو اللجنة همام التميمي إن كركوك لديها 3 مواقع نفطية، 2 منها تحت سلطة الحكومة في بغداد والثالث تحت سلطة أربيل، وتنتج ما بين 180 إلى 150 ألف برميل نفط. لافتا الانتباه إلى أن هذا الموقع ما زال محل خلاف بين بغداد وأربيل، حيث لا توجد معلومات عن الشركات العاملة فيه، وهو ما يجعله غامضا لبغداد. قالت هيئة الجمارك إنها رصدت مخالفات بثلاثة منافذ جمركية بينها منفذ مطار بغداد. وذكرت الهيئة أن المخالفات رصدت في مديرية جمرك المنطقة الوسطى ومركز جمرك الشحن الجوي في مطار بغداد ومركز جمرك المندرية. وأكدت الهيئة أن المنطقة الوسطى قامت بإتلاف إرسالية سجائر غير مطابقة للمواصفات، فيما أعيدت إصدار مواد كهربائية في جمرك الشحن الجوي في مطار بغداد الدولي لورودها بدون إجازة استيراد، فيما أعادت إصدار إرسالية سيراميك لفشلها بالفحوصات التي يجريها جهاز التقييس. قالت وزارة الداخلية إنها أوقفت إجراءات بيع عقار في بغداد عن طريق التزوير وانتحال صفة المالك الحقيقي من قبل أحد الأشخاص. وكانت الوزارة قد اكتشفت قيام شخص بإصدار شهادة جنسية عراقية بالاعتماد على هوية أحوال وبطاقة سكن مزورتين وبتواطؤ من بعض العاملين في دائرة الأحوال. وأضافت الوزارة أن الشخص المنتحل قام بوضع صورته الشخصية على مستمسكات الشخص الذي انتحل شخصيته وفاتح دائرة التسجيل العقاري من أجل بيع عقاره، إلا أن اكتشاف مفتشية الداخلية لعملية التحايل والتزوير حال دون إتمام عملية البيع. نتابع الآن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن والنفط. بهذا نصل لختام أخبار الاقتصاد، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.